الأهداف التي سطرت هي 39 ألف هكتار، ما يعادل 67 ألف قنطار. تعاونية تحتوي على أكثر من 100 ألف قنطار. نعطيك على سبيل المثال الأهداف المسطرة فيما يخص القمح الصلب 52 ألف قنطار، حنا عندنا تقريبا 80 ألف قنطار، يعني كاين فائض كبير اللي راح يوزع أو يسال إلى تعاونيات أخرى أو ولايات أخرى التي هي في حاجة ماسة لهذه البذور. كذلك بما يخص القمح الليل اللي رانا حنا في محطة تاعو قمح الليل، الأهداف المسطرة هي 6400، الكمية الموجودة على مستوانا هي راهي 8500، يعني كاين فايض على الأقل 1500 قنطار، هذا راح يوزع وحنا انطلقنا في توزيع الفايض هذا على مستوى الولايات الأخرى. كذلك الشعير عندنا الاحتياجات 6700، عندنا أكثر من 10000، يعني فيما يخص كل البذور تعاونية سكيكدا راهي حققت الإكتفاء وعندها فائض معتبر راح يوزع على مستوى الولايات الأخرى التي هي بحاجة منها.